وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس موفد التلفزيون المصري أحمد أبو الحسن. أحمد، ضعني في صورة هذه الاجتماعات للمنتدى الاقتصادي المصري التونسي وانطلاق المنتدى الاقتصادي والمشاركة المصرية فيه. يعني بعد التحية زميلتي بالفعل لكم وللسادة المشاهدين، بالفعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم للعاصمة التونسية تونس كان هناك يعني العديد من اللقاءات والاجتماعات. من أهم اللقاءات التي يعني حضرها السيد الدكتور مصطفى مدبولي والمنتدى الاقتصادي التونسي المصري، حيث كانت هناك كلمة للدكتور مصطفى مدبولي أكد خلالها على ضرورة الاهتمام بشكل كبير يعني اكتشاف مصادر مختلفة فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار في البلدين سواء في مصر أو في تونس، نظرا لما تمر به البلاد يعني أو العالم بشكل يعني أعم خلال هذه الفترة من أزمات، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما كان لها من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم، وأيضا أزمة جائحة كورونا. هناك تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأنه يجب ضرورة دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد بالتعاون المشترك في المجالات المختلفة، ليس في المجالات المعتادة التي تعودت عليها، ولكن مجالات ضرورة استكشاف مجالات أخرى حتى يتم يعني وجود مصادر جديدة للاستثمار. هناك أيضا تأكيد من السيد رئيس الوزراء بضرورة يعني مشاركة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة حتى لما له من دور هام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. رئيس الوزراء أيضا خلال كلمته كان له تصريح هام، وهو هناك توجيه من السيد رئيس الوزراء للسفارة المصرية في تونس بضرورة تيسير وتبسيط بشكل كبير الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات الخاصة برجال الأعمال التونسيين حتى يتسنى لهم يعني الاستثمار في مصر بشكل كبير. هناك أيضا إشادة من الجانب التونسي بالعلاقات المصرية التونسية وضرورة الاهتمام بتعزيز هذه العلاقات في ضوء رؤى القيادة السياسية التي تعمل بشكل كبير على ضرورة تفعيل هذه العلاقات وترسيخ هذه العلاقات من خلال إرساء شراكات مثمرة في المجالات ليس فقط المصرية ولكن في مجالات عدة من تبادل الخبرات والتبادل التجاري وغيرها. الآن نحن نتواجد في مسرح الأوبرا بالمدينة الثقافية، حيث يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حفلا للسنة الثقافية التونسية المصرية، وهذا الأمر يأتي في إطار اهتمام مصر وتونس بالتبادل الثقافي بين البلدين بالإضافة إلى التبادل الاستثماري والاقتصادي. الأصعدة التي يتم التعاون فيها بين مصر وتونس ليست فقط أصعدة اقتصادية ولكنها أصعدة سياسية وأصعدة أيضا ثقافية على كافة المستويات. هناك دعوة لرجال الأعمال يعني الاستفادة من فرص العمل وفرص الاستثمارات الواعدة في مصر وخاصة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة. هناك تأكيد أيضا من الجانب التونسي وترحيب بالاستثمار في مصر، وأيضا من الجانب المصري حضر هذا اللقاء اليوم عدد كبير من سادة رجال الأعمال المصريين، وأيضا سوف يكون لهم يعني تعاون كبير في الاستثمار في دولة تونس الشقيقة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في كافة. إذن هي مجالات عدة لهذا التعاون في شتى مناحي الحياة بين دولتين شقيقتين. أشكرك موفد التلفزيون المصري من تونس أحمد أبو الحسن.